يا كابتن احمد صباح الخير ومليون مبروك الفوز النهارده. لا كريم، الله يبارك فيك، الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام. مباراه كبيره ومباراه رائعه كعادتك يعني. الحمد لله، ده توفيق ربنا. الحمد لله. النهارده تقابل فرقه كبيره، الزمالك وفرقه قويه ورايحه افريقيا، وربنا يكرمهم في اللي جاي. انا عايز ابدا معاك من حاجه، وانا بتفرج على المباراه حسيتها، انت تفاجأت زينا بتشكيل نادي الزمالك النهارده، عشان حسيت انه لو انت عارف التشكيل ده اللي هيلعب النهارده كان ممكن حتى طريقتك او البلان بتاعتك تتغير. انا حسيت ان انت مقسم المباراه بشكل سليم، تامن بشكل كويس في الاول، خروجك يبقى بشكل مفهوم في الاول، وبعد كده الشوط الثاني بدات تتحرر لما فهمت اللي بيحصل في الملعب. انا قريت صح؟ او ان فرقه الزمالك فرقه كبيره، سواء اصل الفرقه اللي موجوده اللي بتلعب، ما هو مش كبالة بيلعب، اوباما بيلعب، عمر السعيد بيلعب، ما دول اللي غيروا برضه، رجعوا لفرقه الزمالك في ماتش افريقيا. شعب شافي بيلعب، محمود علاء الدولي، محمد عبد الغني، كل الناس دي بتلعب، هي موجوده. لكن هو الطريقه من الزمالك، النادي كبير، حته ان لعيب او اثنين او ثلاثه قاعدين بره، ما يعني مش هي دي اللي تأثر بشكل كبير. هو النهارده هم ضيعوا فرص، وكانت النتيجه تعادل 0-0. الحمد لله قدرنا، هاني سليمان اتعامل معاه بشكل كويس، صحيح، خط الظهر اتعامل معاه بشكل كويس، قدرنا في نفس الوقت اسلوب الضغط بتاع الزمالك اتغير، واحنا اسلوبنا اتغير على حسب اسلوبهم، وقدرنا ناخد مساحات، وقدرنا الحمد لله ناخد الثلاثه بونت. يعني عظيم جدا. ورقه صديق كانت ورقه مفيده جدا، وحسيت ان انت سايبها في الوقت المناسب. صديق لعيب كويس جدا، واحنا واخدينه وجايبينه من نيجيريا السنه دي، وعامل اضافه بشكل كبير. لسه برضه لسه عنده، عايز شويه حاجات تتطور عنده وهيبقى احسن بكتير. الافارقه في سموحه شكلهم كويس، شكلهم حلو. انا فاهم ان هم مش لسه ما وصلوش لاعلى مستوى، للتوب فورم يعني، بس واضح ان انت حضرتك اخترتهم بعنايه يعني. الحمد لله، ده توفيق ربنا والله. يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر، ما هو اللعيب الافريقي قبل ما يشتغل بشكل جماعي دي طبعا بتاخد وقت، فالحمد لله الاستجابه دايما بنحاول يبقى الجماعيه طاغيه على الفرقه بشكل كبير جدا، ودي اللي بتدي للعيبه قوه في الملعب، وبتديهم برضو حته ان ما يبقاش حتى لو لعيب وحش النهارده مش في مستوى، او لعيب اتنين او اتنين، ما يبقاش الفرقه كلها وحشه لو معتمده على لعيب. صحيح. النهارده كتبت على تويتر بعد المباراه وقلت الكلام ده في مقدمه الحلقه، النهارده احنا بنتكلم على مدير فني مصري، انا لو تسمح لي يعني اقولها وانت موجود كمان، مدير فني مصري بقاله اكتر من سنه، مش سنه واحده يعني، سنين فاتت، مستوى ثابت ومستوى جيد، وشغلك واضح انه ملفت جدا للنظر مع اي مجموعه من اللاعبين، اداء رائع جدا، يخلوك ببساطه شديده جدا، مش مجامله لحضرتك، بس افضل مدير فني مصري موجود في الفتره الحاليه، بيأدي اداء ثابت جدا مع اي مجموعه من اللاعبين، وده اللي انا قلته. ازاي يا كابتن احمد تقدر تتعامل مع كل الاختلالات او التغيرات في عدد اللاعبين واسماء اللاعبين كل شويه في سموحه؟ الحمد لله عن طريق التكتيك ده، يعني بنحاول بشكل كبير جدا نتعامل على المستوى الفردي، بنطور اللعيبه، وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الجماعي بس، فيعني بنحاول بشكل كبير جدا يبقى في تطوير دايما، استمرار، ودي صحيح بس، فيعني بنحاول بشكل كبير جدا نطور اللعيبه، ودي يعني بتاخد وقت، بس انا يعني براهن على حته سرعه استجابه اللعيبه للشكل الجماعي، والحمد لله دي مش نهايه يعني. ايه كسبنا النهارده وعملنا ماتش كويس قدام نادي الزمالك، فرقه كبيره، ودي تضيف لنا طموح، لكن برضه لسه الدوري طويل، هتمر بازمات وهتمر بمطبات، فالموضوع يعني مش نهايه المطاف يعني. صحيح. طيب النهارده بعد رحيل جهاز الكابتن شوقي غريب من المنتخب الاولمبي، بدات بعض المواقع تنشر اسم حضرتك كاسم من الاسماء المرشحه لتدريب المنتخب الاولمبي، هل الكلام ده حصل فيه اي اتصالات بشكل رسمي وواضح، ولا الكلام ده مش موجود؟ لا لسه، لسه والله كريم، لسه مفيش حاجه، لسه مفيش الكلام ده، بس انت بس انت خليها لما نيجي وقتها، عشان ما اسالكش السؤال لما يجي وقتها، لما يجي وقتها. كابتن الكبير كابتن احمد ربنا سامي، ربنا يخليك يا كريم، يا رب يخليك، يا رب يخليك كابتن احمد سامي، المدير الفني لفريق سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا.